وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدلان، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة آدم هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان، وبه أتى لوط وصحب مدينة، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا نفحة النيران. من نفحة النيران، وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين داود الخليفة وابنه هو دين داود الخليفة وابنه وبه أذن له ملوك جان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان، وله دعا عيسى بن مريم قومه، لم يدعهم لعبادة الصلبان، والله أنطقه صبي بالهدى في المهدي، ثم سما على الصبيان. طيب خلص كفاية والله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الأبيات أن دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين جميع الأنبياء، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تبارك وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام أساسه التوحيد الذي هو محور جميع دعوة الرسل، فأي دين لا يقوم على التوحيد فإنه دين باطل. ولذلك ذكر جمع من الأنبياء وذكر أنه دينهم الذي بعث الله به جميع الرسل. قال الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال عن صالح وشعيب وهود أنهم ونوح أنهم كلهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء لعلات، ديننا واحد وشرائعنا أو مناهجنا يعني العامة شتى أو يعني متعددة. والمقصود بالدين الذي هو واحد ما هو؟ ها؟ هو التوحيد الذي يزهد كثير من الناس فيه، ويقول لا يدعى إليه لأنه يفرق الأمة. وللأسف قال الله سبحانه وتعالى مبين اختلاف المناهج الفقهية أو الأحكام الشرعية العامة غير التوحيد: لكل جعلنا منكم إيش؟ شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ليس المقصود أنهم يختلفون في الأساس، وإنما قد يختلفون
أحكام العامة، بل إن الله خفف عن هذه الأمة كثيرا من الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فدين الإسلام هو أيسر الأديان. قال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وماذا؟ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وإيش؟ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأضرب لذلك مثالين من رفع الأغلال، بل ثلاثة أمثلة مما ميز الله به هذه الشريعة. واحد، أن الغنائم كانت لا تحل للأمة السابقة، بل كانت إذا يعني وجدت شيء من الغنائم أنها تنزل عليها يعني نار من السماء فتحرقها، وهو دليل قبول القربان عندهم، بينما أحلت الغنائم لهذه الأمة. وثانيا، أنه كان من توبة بني إسرائيل لتقبل توبته لا بد أن ماذا يفعل؟ أن يقتل نفسه، وهذا مما رفعه الله عن هذه الأمة. وثالثا، أنهم لما ألزموا أنفسهم بالرهبانية، وهي في الأصل ليست لازمة، لكن ألزموا بها أنفسهم فألزموا بها، ولكن لا رهبانية في ماذا؟ في الإسلام، من فضل الله علينا وعلى الناس. فمن فضل الله جل وعلا أنه لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. وأمور كثيرة خففها الله عز وجل عن هذه الأمة. إذن أساس دعوة الرسل واحدة، ولذلك نص المصنف بعد أن بيّن أنه دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يقبل الله دينا سواه، بعد هذا قال: إنه دين أبي الأنبياء إبراهيم، به أنجاه الله من ماذا؟ من النار، وأنجى الله به الذبيح إسماعيل أو إسحاق على القولين، وبه نجى نوح، وبه نجى الله موسى وقومه، وبه أنطق الله عيسى في المهد، وبه جاءت جميع الرسل، وبه حكم داود وابنه سليمان، وسخر الله له الأرض بما فيها من جن وإنس وطير ودواب وجبال إلى آخر ما هنالك. هذا هو الدين الحق. يعني الأنبياء كلهم دينهم واحد أو ماذا؟ وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا اختلاف بينهم في التوحيد، كلهم دعوا إلى إفراد الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالعبادة، ونبذ عبادة من سواه، كلهم دعوا إلى العبادة، كلهم أفردوا الله تعالى بالعبادة، كلهم دعوا إلى إخلاص العبادة لله وحده. أبعد هذا الأمر وأن الإسلام هو دين الرسل الذي لا يقبل الله دينا سواه، تسمعنا دعوة بعض الناحقين الذين يهونون من شأن الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بما أمر الله معاذا عندما بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عندما ما بعثه إلى اليمن، أن يدعو أولا إلى ماذا؟ إلى التوحيد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها
عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. كلهم يدعون إلى توحيد الله وهو أساس دعوة الرسل. قولوا لا إله إلا الله تفلح، ولا يجوز أن يبدأ بأمر سواه. يعني سوى ماذا؟ سوى التوحيد. فإذا دخلوا في توحيد الله عندها ينتقل إلى بقية شرائع الإسلام. الصلاة والزكاة والصوم والحج فسائر فعل المأمورات وترك المنهيات. لذلك فإن هذا هو دين الرسل جميعا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس شهادة، وذكر أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وفي حديث جبريل: أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فأية دعوة مهما دعا إليها الداعون ومهما زينها المزينون، إن لم تنطلق من دعوة التوحيد فإنها مردودة على أصحابها. طيب ما رأيكم في الشعار الذي يقول: لا ترك التوحيد، نجمع الناس على بعض الأمور التي يتفقون عليها على اختلاف طوائفهم، ونترك كل يشتغل كما يريد وكل يتعبد كما يريد، خطأ ولا صواب، يعني يفعل كل واحد ما يشاء. المهم أنهم يتفقون على جملة مبادئ، على الأخلاق وعلى مثلا الصدق وعلى الوفاء بالعهد وعلى بعض المبادئ التي ربما يوافقنا عليها حتى الكفار. ما رأيكم في هذا المبدأ؟ نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه أفسد قاعدة ابتدعت في هذا العصر، أفسد قاعدة، من أفسد الأصول التي اخترعها الناس في هذا العصر. يعني خلى الذي يعبد القبر يعبد القبر، ودع الذي ينكر الصفات ينكر الصفات، ودع الذي يكفر الصحابة يكفر الصحابة، ودع الذي ينال من الأنبياء ينال من الأنبياء، ودع الذي يعتقد إلهية البشر يؤلف البشر، ودع الذي يحكم شرع الله ويحكم الطاغوت ويعتقد أنه أفضل من حكم الله، دعه يفعل ما يشاء. هل هذا صحيح؟ هل هذه القاعدة صحيحة؟ أبداً. وإن كان أصحاب هذه القاعدة يرون أن التوحيد منحصر بالحاكمية فقط، فأين هم عما تكون الحاكمية جزءا منه؟ الحاكمية متعلقة بالألوهية والربوبية معا، لكنهم أخذوا جزءا من هذا وجزءا من هذا، وتركوا أهم الأمور وهو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. لا تنكر على من يذبح للقبر أو ينذر له أو يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، لا تنكر على من يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويتمسح بأصحاب القبور، لا تنكر على من يقول إنه يجوز التوسط بالأولياء بينك وبين الله، والدليل على ذلك الطواف بالكعبة وكذلك
المبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والوقوف بعرفة وما إلى ذلك مما يستدل به هذا الطاغية الذي يدعو الناس إلى عبادة الأصنام والأوثان، ويقول إن هذا لا فرق بينه وبين الطواف بالكعبة. إذن المسألة في غاية الخطورة، أن نترك ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونتعلق بقواعد الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم واختطوا لهم طرقا ليست من دين الله في شيء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا علينا أن ننتبه لهذا، ونعود الآن إلى الأبيات لنقف عند كل بيت وقفة خفيفة. أبيات دين الإسلام وأنه دين جميع الرسل، أعدها وقف عند كل بيت. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، دين النبي الصادق العدناني. وشريعة الإسلام أفضل شرعة، يقصد بذلك شريعة الإسلام كافة والتوحيد خاصة، وخصوصا ما عطف عليه الأنبياء بعد، إنما يعني به ماذا؟ التوحيد، وإلا فبقية الشرائع يختلف فيها نبي عن نبي. وأفضلها وخيرها وأوسعها وأيسرها والتي رفعت فيها الآثار والحرج شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من بني عدنان. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان. هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، يعني هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي من أجله أنزل الله، الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، وهو دين، وهو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان. هو دين آدم، آدم بعث مسلما ونشأ على الدين، واستمر ذلك، واستمر على ذلك ذريته طيلة عشرة قرون، حتى اجتالتهم الشياطين وزينت لهم الشرك، فبعث الله فيهم نوحا الذي وصفه بأنه صاحب الطوفان الذي أغرق الله به من كذبه، فمكث يدعوهم بعد أن عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، بعد أن زين لهم الشيطان عبادتها، فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا قليل، فأرسل عليهم الطوفان فأغرقهم إلا من آمن مع نوح وركب في السفينة. وله دعا هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان. هود بعثه الله في عاد أصحاب الأحقاف في الصحراء، وكانت جنات قبل ذلك في حوالي المكان الذي يسمى الآن بالربع الخالي، في وسط وأقرب إلى جنوب الجزيرة، جنوب المملكة. وكذلك صالح بعثه الله إلى ثمود، أولئك الذين أعطوا من القوة ما أعطوا، فلما استمروا على شركهم وتجبروا أخذهم الله بالصيحة أخذ عزيز مقتدر. نعم. وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان. به جاء لوط عليه السلام، دعا قومه إلى التوحيد، ودعا قومه إلى نبذ الفاحشة، كما بعث الله به شعيبا وهو أخو بني مدين. فلما كذبوا قوم لوط أهلكوا بأن زلزل الله قراهم ورفعها إلى السماء، ثم قلبها وأتبعهم بالحجارة وجعل عاليها سافلها لما كذبوا
لوطا عليه السلام، وكذا قوم شعيب أخذهم الله بالصاعقة كما أخذ قوم ثمود قوم عاد. نعم. هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من نفحة النيران. هو دين إبراهيم الخليل أبو الأبي الأبي الأنبياء عليه السلام، وبه أنجاه الله لما أوقدوا له النار وأرادوا أن يحرقوه، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وابنيه إسماعيل وإسحاق. وهل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ روايتان، لعل الأقرب أنه إسماعيل فيما يبدو، والله أعلم، لأنه كان أقرب إلى المكان الذي عاش فيه إسماعيل، وهو الغلام العليم، والذي وكذلك الغلام الحليم الذي ذكر في الصافات وفي الذاريات. نعم. وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأعظم القربان. حمى الله الذبيح عندما صدق في توحيده واستسلم لربه وأذعن لأمر ربه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين ماذا؟ وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وكنت قد صدقت الرؤيا كذا إن كذلك لأجزي المحسنين. إلى أن قالوا فديناه بذبح عظيم، إن هذا لهو البلاء المبين. المهم أنجاه الله عز وجل بفضل منه ونعمة بعد أن رأى يعني تبين صدقه وخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان. كذلك يونس بن متى ويعقوب بن إسحاق، كل هؤلاء الأنبياء دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذ الشرك ونبذ عبادة من سوى الله عز وجل. نعم. هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجاد. كذلك دين داود وابنه سليمان، وقد سخر الله لهما ما سخر من الجان والطير والجبال وكل ما في الأرض بفضل توحيد الله عز وجل. نعم. هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذ الشيخان. كذلك يحيى مع زكريا وأم يحيى عليهما السلام، كلهم يعني آمنوا وكلهم دعوا إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بل قتلوا واستشهدوا في سبيل ذلك، أعني زكريا ويحيى. وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعوهم لعبادة الصلبان. كذلك عيسى عليه السلام الذي هو فضل من الله عز وجل، الذي ولد بدون أب فضلا من الله ونعمة، وفيه آيات عظيمة، فدعا الناس إلى عبادة الله وحده وأنطقه الله كما سيأتي بيانه في الغد إن شاء الله.